في مجموعة بتاع الشباب السودانيين نجوا من الحرب بتاع 15 أبريل وانتقلوا لعدد من الدول وفكروا في إنه شنو ممكن نقدر نعمل نحن كسودانيين عشان يعني الناس اللي لسه قاعدين في السودان والأوضاع في السودان. وكان المخرجين يكون في الشبكة السودانية الشبكة الشبابية السودانية. والمخرج ده نحن يعني كل تفكيرنا فيه إنه نحن شنو ممكن نقدر نقدمه للسودان والسودانيين. يعني بعد ذاك يعني نحن سعيدين في الشبكة في إنه نحن قدرنا في الفترة الفاتت عملنا المؤتمر العام للشبكة وقدرنا نأسس تأسيس للشبكة عشان نقدر نمشي بها لقدام. الشبكة بفترة أساسية إنها كيف تقدر تساهم مع السودانيين كلهم في إيقاف الحرب وكيف إنه تساهم في تأسيس التحول المدني الديمقراطي. وفي الجانبين دي إحنا الشبكة ممكن نكون ده خطوطنا العريضة فيها عشان نقدر نعمل لها الفترة الجاية كلها. واحدة من الحاجات اللي شغالين عليها هي سلسلة بتاع جلسات نقاش اسمها أصوات التغيير. أصوات التغيير هي فكرة إنه إحنا نناقش مع السودانيين القاعدين اللاجئين هنا في إنه كيف نقدر نساهم في تقديم المساعدات للسودانيين، كيف إنه نحن نقدر نساهم في إذا كان في عملية سياسية شنو الأخطاء والتجارب اللي إحنا مرينا بها خلال 56 وشنو نحن ممكن نقدر نتلافاه بنقاش كبير كده مع كل السودانيين الموجودين. نتمنى إنه يعني نقدر نواصل ونقدر نساهم ولو بسيط في إنه نخفف معاناة السودانيين إنه الحرب تقيل. أنا يعني بشكركم مرة ثانية باسم الشبكة في إنه الناس جات في دور. فهنا نحن لدينا عندنا جلسة هيكون معانا الأستاذة ونوعا إذا هو يقول حاجات كثيرة لأنها هي ثانية على التعريف. أستاذة عباس يعني مرحب بك معانا في المنصة. وكذلك الأستاذ يعني أنا يعني عندي له كثير سماحة لأنه هو أي جزء بيخش المجتمع المدني فهو دائما قاعد يكون مساعد له. ويعني أنا يعني بفتخر شديد إنه أنا أتفق معه هو الأستاذ عبد الله حلة. تفضل يا أستاذ. ومعانا يعني في دارة الجلسة هو يعني أستاذ محمد بوشي هو من الشباب السوار وكان يعني عضو في لجان المقاومة ومهتم شديد بالقضايا بتاعة المساعدات الإنسانية. أنا سعيد إنه الليلة يجيب الكوكب دي الجلسة دي وإن شاء الله يعني هتكون في الجلسات الجاية. ونتمنى لكم إنه نقاش سريع والناس كلها تفتح لها الفرصة بإنها تناقش مع الكوكب دي. شكرا لكم. تفضل يا أستاذ. أساوي أزمة في السودان أكبر أزمة عالمية حاليا بالمستوى والمدى بتاعها. أكثر من 25 مليون اللي هم نصف سكان السودان بيعانوا من أزمة غذاء حادة. في 18 مليون سوداني بيعانوا أو قد يعانوا في الغريب العاجل من الجوع الحاد. 8 مليون تشردوا، أكثر من 6 مليون منهم داخل السودان مهاجرين داخليا. واحنا زي 2 مليون كده في حوالينا الدول المجاوره للسودان. تقريبا الريكوردز بتاعت اليو ان والمنظمات الدوليه بتتكلم عن انه اكثر من 222 الف طفل معرضين للموت في الشهور القريبه. ارقام فلكيه في انه اكثر من 70% من الانفراستراكشر بتاعت القطاع الصحي اتدمرت. وهذه نسبه كبيره شديد وفي صعوبات كبيرة للوصول للخدمات الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية. الوضع الصحي والإنساني ووصول المساعدة الإنسانية كارثة بكل المقاييس. تقريبا أمس مدير منظمة الصحة العالمية تدرس فتهم تكلم عن إنه دي أكبر كارثة إنسانية مر على السودان. وكل المنظمات الدولية والفعاليات الدولية الآن بيحذروا على أن السودان ماشي على مجاعة. تقريبا في معسكرات اللجوء والنزول الناس في الجوع الحاد بدأ في ناس بتموت حاليا. فالوضع كارثي للنهاية.
أطراف النزاع واللي هم أكثر من طرفين هسه حالياً حسب يعني التحليل، لأنه الحرب لما بدأت الناس بيتكلموا عن الدعم السريع والجيش السوداني، لكن حالياً لو لاحظتوا في أطراف كثيرة دخلت في النزاع بعد بداية النزاع، فالنزاع ده مو توطن على طرفين فقط. يعني هذا الإسلام في حادثة في الفاشل بين طوال عبد الواحد حركة تحرير السودان والدعم السريع، وعبد الواحد ما جزء من إكارة الحرب المباشرة دي حتى أمس، يعني كان في هجوم على غافلة بتاع الإمداد لوالد عبد الواحد. هو نزار كسودانيين بيجينا بنتكلم عن هو التشاكس الحاصل في السوشيال ميديا والانسياب نحو الغراء يعني والضوضاء السائدة ما بينها أي معنى، وترك الفضاء المدني لتسييسه بالخطاب العسكري الواضح، يعني الشعب يتابع الانصرافي وحاجات تافهة شديدة يعني. من هنا حنتمي برضه لأستاذة هاني عفاس، هي حتسلط لنا الضوء على المثال عنهم هم يعني الخاسر الأكبر في الحرب دي، محتورين كيف التحديات المماثلة اللي بتواجههم نحن من خلال جلستنا دي، نقدر برضه نطلع بتوصيات واضحة تساهم في تخفيف المعاناة دي. تفضل. السلام عليكم، مساء النور ورمضان كريم لكم، وشكرا بوشي وزي ما قال ابليس، شكرا عبد الله، نحن كل زوجة من المجتمع المدني مرة بالحين ومرة بعبد الله حلو، وشكرا لك ونحن هنا. أنا شاكرة لكل الناس، وحقيقي هو الكلام والله مؤلم ومر وقاسي، لكن ما بنهرب يعني خلاص، هي دي أقدارنا. و يعني قبل أبدأ أنا يعني بشكر الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي، وهم جبتوا أول يعني فعالياتهم في رمضان، يعني إحنا كنا بنتجاهل برضو إنه تمرينات نسوية في إنه يا ربي نعمل شنو وممكن نتكلم في شنو، لكن الشخصي أنا متأكدة كلنا هنا كل واحد فينا زي ما قال عبد الله مش صفة الممتدة، الصفة الأساسية يعني الأولية استيل الموجودين هناك يعني قاعدين، فنحن بين الشخصي وبين عقدة النادي زي ما بيقولوا يعني بقينا مقيدين، لكن بنقدر بنعمل حاجة. أنا هنا عشان الزمن بتكلم عن إنه السؤال عن إنه ليه خصصوا واحدة من يعني عبد الله حلا قال كل الكلام اللي معانا خبراء هنا ومعانا خبيرات ومعانا ناس عايشوا الحرب في ظروف غير كده يعني من البدايات وكده، وكلنا نحن عارفين الموضوع وكلنا كل واحد فينا عنده رأيه كويس، بس احنا جينا هنا عشان نتشاور يعني أكثر من إنه نتحاور وكده، فنحن نتشاور أو فينا نشوف نحن ممكن كلنا نعمل شنو مع بعض. لكن كويس جدا يعني عطاء غطه الموضوع العام بشكل عام قدامنا ضل وضعه قدامنا نحن نقول نعمل شنو، لكن الأهم يعني وأنا بشكر الشبكة مرة ثانية لأنه خصصوا لنا نحن أوضاع النساء والبنات في فترة الحرب اللي هي من 14 أبريل والفترات قبلها قبلها الكلية إحنا قضيناها في بعد مرور سنة، يعني إحنا بعد 15 يوم بنتم سنة من الحرب، نحن كلنا شاهدناها وعايشناها على بيتي في غرية على كيلو واحد افتكر من مقر القيادة العامة للجيش اللي هي القيادة العامة، ويعني عشت الحرب من مرتين يعني أنا واحدة من ملايين السودانيات يعني حصلت عليهم حرب مرتين، وبعدها نزحنا للمدن، انا جيت هنا يا دابك يعني كملت تسع شهرين بالكثير يعني من جيت من السودان، وانا عضوه في مجموعات مسلمه كثيره وشبابيه برضه. المساله دي دايما اقول انها بتخلينا نكون عارفين الجوانب، لكن السؤال دايما بيجي انه ليه النساء يعني ليه يعني الحرب قاسي على النساء، انا دي عملتها في حاجه صغيره كده بمبيه والله بهديه لكل واحده ست جات هنا وشابه وفي رمضان وكل الاجتماعي، وانا واصله قبل 10 دقائق من النادي
زيكم مثل البنات النساء. ففي مشاكلنا بس في الحته دي يعني هي يعني كلها صغيرونه كده. فيعني انا عارفه في رمضان وجينا هنا عشان نشوف الحاصل علينا نحن هناك في السودان شنو. يعني ده ذات الشبكه افرد الموضوع ده. يعني انا متاكده انه نحن يعني النساء والبنات في السودان يعني يواجهوا يعني من بداية الحرب دي ويلات ويلات. يعني لما الواحد يتكلم عنها ويلاتها ممكن تكون في الصف من الأطباء النفسانيين والمعالجين النفسانيين والشيوخ الصالحين وكلهم يجوا ويتكلم عن المآسي الحاصلة للبنات والنساء بدءا من العنف الجنسي والقتل والعنف الجنسي فوق والقتل والتشريد والترهيب وفقدان الموارد والتشتيت الأسر كله علينا. يعني لو مسكنا كل واحدة مننا هنا حكت عن التجربة الشخصية لها بنطلع فيها مئات من أوجه الانتهاكات. الانتهاكات عادة لما تحصل في الحروب بتحصل بناء على نوع الاجتماعي دعا لنا نحن النساء يعني وظهرت يعني في أضرار وحقوق الإنسان هنا حتى استابق 2004 2004. فالعنف الجنسي بقى بالنسبة لنا يعني سلاح واحد من الأسلحة يعني استخدمها طرفين الحرب. يعني نحن هسه الآن نحن ما في نزاع لنا في الحرب يعني تتنافى مع الأعراف الدولية مع قوانين العسكرية لإدارة المعارك والأخلاقية. يعني الحرب اللي احنا فيها حرب 14 هذيك دي اتنافت تماما مع كافة يعني إعلانات حقوق الإنسان والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحماية المدنيين وما إلى ذلك. فنحن الحرب في 15 ربيع يعني قضت على النساء السودانيات يعني بشكل يعني مرعب. ما كفاية لما نجي أصف الحاجة اللي حصلت على النساء يعني يكون مرعب ومقلق. يعني ده كلام ما فير. يعني الكلام ده ما بيتناسب مع حجم الأذى وحجم الضرر الوضع على النساء في السودان. يعني فقدوا يعني ممكن يعني غير فقدوا أرواحهم وغير القتل وغير قتل الأبناء. يعني فرقة حشائم دي زادة وغير انه فقدوا مواردهم هجروا من بيوتهم اتشتتت الاسر. يعني الزوج في حته بالضروره يكون شغال في حته اذا المزوجين والاسره تلك الشابات في حته واسرهم في مكان ثاني. فالمشاكل كثيره شديد. دي المشاكل اللي حاصله عليهم. الحاجه الاساسيه بالنسبه لنا نحن في التسجيل وفي التوثيق برضو واجهتنا مشاكل كثيره منها انقطاع خدمه الاتصالات والانترنت على السودان، عدم حمايه الطوارئ المكتوبيه ذات نفسها والفاعلين الانسانيين على الارض. يعني حتى الانتهاكات اللي حصلت للشابات في لجان الطوارئ في المدن في الخرطوم قبل حرب مدني. فدي ما كانت حاجه افتقدتنا الكثير. بعد ذلك العنف والانتهاكات اللي حصل على القاده الطبي النسوي. يعني عموما البنات الاسيستنت والطبيبات وحتى الغابلات في مستشفيات الفؤاد في مستشفى التركي في جبر دي كلها من المستشفيات ايوه والدايات دي كلها حصل لها فيها انتهاكات للقاده الطبي النسوي.